الاسم نهال وراوي، حاصلة على أعلى معدل في القطاع الخاص بالإقليم الشمالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، شعبات علوم فيزيائية خيار فرنسية. حصلت على معدل 19.13 في الامتحان الوطني. هذا المعدل كان متوقع، ولكن الكلاسمون هو اللي ما كانش متوقع. بالنسبة لاستعدادات الامتحان الوطني، كانت بريباراسيون اجور، كل نهار كنت كنخدم، سواء من ناحية فهم الدروس او من التمارين. وكيفاش لقيت الخبر؟ كنت فاتحة السيت، كنستنى ستريسي باش نشوف المعدل ديالي. فاش شفته فرحت وخبرت والديا. بالنسبة للدراسات العليا، عندي اهتمامين: اهتمام البيولوجيا وكل ما هو متعلق بها من علم الجينات إلى آخره، والاهتمام الثاني هو بمجال الإعلاميات لافورماتيك. طموحي دائما كان في التفوق، والحمد لله يسر الله باش نحقق هذا الإنجاز. وهذا كيعود الفضل في هذا الإنجاز إلى الله سبحانه وتعالى، والدي، الأساتذة ديالي، ولافور ديالي في الدار. أود أن أهنئ التلاميذ الذين حصلوا على البكالوريا في الدورة العادية، وكنتمنى التوفيق للتلاميذ اللي غيدوزوا الاستدراكية حتى هما ينجحوا في البكالوريا. بالنسبة للتلاميذ اللي جابوا الدورة الاستدراكية، أنا متأكدة أنهم إذا استدركوا نقاط الضعف ديالهم غادي يوفقهم الله باش يجيبوا البكالوريا ديالهم ويلتحقوا بركب الناجحين. أود أن أوجه رسالة الشكر للتلميذة كوثر الفاسي، صديقة ديالي اللي حصلت العام اللي فات على أول معدل، على أعلى معدل في الجهة، واللي كنت على تواصل دائم معها وفادتني من خلال التجربة ديالها، والحمد لله استطعت أنني نوصل أنني نكون الخلف ديالها هاد السنة. كان هدي هاد النجاح ديالي إلى والديا والأساتذة ديالي والناس اللي شجعوني بصفة عامة. أود أن أهنئ جميع التلاميذ الناجحين في البكالوريا هاد السنة، وأتمنى التوفيق للباقي التلاميذ اللي عندهم في الدورة الثانية. بالنسبة لنهال، نهال تلميذة مثابرة في الحقيقة. هذا هو لو بوان فور ديالها، هو أنها كانت أجور دائما. دونك من بداية السنة وطيلة السنة كانت كتشتغل في الدروس ديالها، يعني في البريباراسيون، وهذا الأمر هذا ساعدها بزاف باش أنها حصلت على هذا الإنجاز، هذا على هذا الريزلتا. أود باش جميع التلاميذ يهتموا بهذا الأمر هذا، لأنه في الحقيقة مفتاح عند النجاح. بالنسبة لي أشكر عاود القسم الإعلامي اللي كيهتموا بالتلاميذ وكيشجعوهم على الاجتهاد وعلى المثابرة، وهنئ جميع الناجحين وكنتمنى الخير للجميع. شكرا.